هذا البرنامج برعاية توب نت سكوب انفورماتيك ازوس. مرحبا بكم من جديد في رونديفو نتاعكم مع لو جو فيديو كومبيتيتيف و اي سبورتس في تونس وفي العالم. هذه جيم ناين ترجع كل سبت على قناة التاسعة. معايا في البروغرام اليوم اونسي. مرحبا اونسي. عسلامة انس. مرحبا اونسي. الحمد لله. صافي بليزير. كيف معايا اليوم لو كرياتور دو كونتوني غايث الياس بوبا. هكا ولا؟ اي غوبا. غوبا غوبا غوبا. مرحبا بك انس وميرسي بوكو. مرحبا في باش تكون معنا اليوم باش تعطينا بار بوكو داستوس للناس اللي تحب تولي تعمل كرياسيون دو كونتوني. وتعمل معناتها اون شين على يوتيوب، اون شين على تويتش، على تا ستريمينغ اون جينيرال. هاكا ولا؟ صافي بليزير. اليوم كيما العاده حضرنا لكم ان بروغرام شارجي اي هيبر انتيريسون. نكتشفوا الفقرات الكل في السومير. شو تايم. Au programme de Game Nan اليوم نكتشفوا غيث وداني باشا الياس غوبا في الروبريك انفيتي. اخر واهم لي سورتي دو جو فيديو للجمعه هذه والجمعه الجايه. La nouvelle série Made by Riot, Arcane, top ou flop. Bonne émission, le Jamy. Re bienvenue, احنا اليوم معنا غوبا. غوبا كنت عرفنا شويه بروحك قبل كل شيء. والله الساعه الاسم غيث ورديان باشا الاسم لقب. عمري 24 سنة، AKA غوبا كما كنت تقول، بسودو غوبا اللي هو زاد مشتق من الاسم الغيث والورديان والبيشا كابريفياسيون تخرج هكا جي او بي، دونك تربيجة غوبا. زدتها او دوزو. زدتها دوزو او ا. او ا. باش تجي هكا تحفظ وسهلة. باهي. نعم برشا حاجات ملي انا صغير، بون معناتها بديت 2014، نعم برشا حاجات كوميدي. شو مثلت يعني؟ نكتب ومثلت وخدمت معناتها يوتيوب، عملت ديكور ميتراج، مثلت في ديكور ميتراج تاع بيت كلموني. ذوما ما بين 2014 و 2018، اربع سنين كوميدي. خدمت ديجا زادا في، عملت بليزيور كونسيبت، نعمل دي كونسيبت، نصنع فكره نطورها نكتبها، نعمل اربع حلقات، انا اللي نكتب، انا اللي نصور، انا اللي نمنتج، انا اللي نمثل ونخرج برودوي فينال في الاخر. يعني انت تعمل كل شيء، وان مان ارمي بور لو مومون في كل شيء. مي ديرنييرمون في اخر ثلاث سنين ركزنا على الاي سبور وركزنا على الجيمنج وعلى الستريمينج، بحكم ديرنييرمون واحد معناتها صحح كونترا مع البلاتفورم نيمو اللي هي ك ستريمر اوفيسيال في البلاتفورم هذه. تري بيان. دونك شيما حضرت لك كيلكو كيستيون. الله الله. ربي معاك. فاجي شيما. دونك باش نحكيو اكثر على ستريمينغ وجيمينغ والبارتي هذيك. دونك وقتاش بديت الجيمينغ؟ وقتاش بديت اكثر حاجات هكا دي جو اللي تحبهم اللي تو تستريم فيهم اكثر؟ والله الجيمينغ معناتها كيما تعرف تونس الكل، حتى انيس باز هو من صغرته معناتها اي واحد يلعب من اللي هو صغير. دونك بديت من الصغر بك اللاتاري والعالم هذاك. خلطت على اللاتاري انت؟ هكا توا عام 97. 97 خلطنا على اللاتاري عام 97. منعنا نحن الجيل اللي مع اخر جيل. دونك خلطت على اللاتاري ومن بعد بلاي 1 وكيكا قعدت نلعب تغرمت لين هكا قلت جاتني معناتها تفرجت في عبيد البرا بحكم سابقين في الاوروب ولا في امريكا. دونك قلت علاش مش اللي يعملوا فيه هو نعملوا انا اما تونسي، معناتها علاش نحن تونسي نتفرج فيه هو بالانجلي يحكي. دونك عملت هكا قلت خلينا نستريمي، خلينا نجرب الجيمنج اللي نلعب، نشوف العباد هما يتفرجوا فيا ولا انا نلعب. وشنو بديت تلعب قبل؟ بديت اول حاجه حبيت فيفا. فيفا على خاطر انا كي كنت صغير كنت نلعب في الفيفا ونعلق وميم طون وحدي راه في الدار، فهمت؟ مغروم كيما التوانسه يعني تعلق ولا نعلق تعليق تونسي ولا تعليق تونسي شوالي يا اخي. دونك نقلق في العائله ديما امي تقول لي اسكت بكري اخذ وكذا ونبدا نعلق ونلعب. يا اخي وليت حبيت نعمل فاز هذيك في لايف، لعبت تتفرج واللي الحمد لله ما تجي وقت ولقيتها. ما علاش قعدت باش اللايف نتاعك ولا يطلع بالقدا معناتها الفيورز يكثروا؟ قداش قعدت؟ انا باش نقول لك حاجه تضحك، انا الحلم هذا حلمته 2014 تحققت 2021 على خاطر بحكم تعرف الماتريال غالي وحتى معناتها الكونيكسيون باش تستريمي بكونيكسيون لازم انت والزون وبرشا حاجات. دونك كانوا فما برشا ديزوبستاكل اللي خلاوني تتوخر كل مره كل عام. اما في فرد الوقت هذاك قعدت نعمل في كوميدي وفي معناتها تعليق رياضات الكترونيه اللي هو ما يتطلبش برشا انترنت قويه ولا يطلب معناتها بي سي قوي كذا. قعدت الحكايه عمناول، بديت عمناول في 2020 بديت في ظهر
لي في نوفمبر في الشتاء وقتها نوفمبر زاد هكاك نوفمبر ديسمبر أول ديسمبر بديت بشويه 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 لين في الاخر عملت ماتريال وبفضل برشا عبيد شجعوني باش عملت الماتريال هذا وليت نستريم وليت عندك بيان سور شفنا قبيله نعرفش اللوغو نتاعك كانوا يحطوه الاولاد في الـ في الـ في ليزيكرون فيه شبيبه 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 اللي معناتها هما العبيد اللي تبعوا فيا نعيط لهم الشبيبه حتى واحد عمره 40 سنه نعيط له شبيبه زاد راهم فما حتى مشكل دونك العبيد هذوما اللي تقصد فيا انا عليه انت 40 انا ما انا عطيتك والله جون ما نقولكش انا ما نقولكش ليه ليه جون ما زلت دونك اي واحد من الاولاد اللي تبعوا ولا العبيد اللي تبعوا نعيط لهم الشبيبه خاطر هما كانوا سبب كبير وباش عملت انا وصلت اللي انا فيه من ماتريال على خاطر تعرف ماتريال غالي قالوا لي نحبوك نشوفوك تستريمي كل يوم نحبوا معناتها الكونتوني نتاعك نبقاو نشوفوا فيها جور وانا كنت وقتها نمشي نستريمي بحظ شكون معناتها اصحابي بحكم عنده ماتيريال نمشي كان في الويكاند عرفت دونك عملنا كوليكت حلينا كوليكت ولم عملنا عملوا لك اي معناتها هما عملوا لي كوليكت عملنا اللي حليت دونك كله نعم ديجا شفت اللي انت ما مش تستريمي كهو اما زاده تعمل تكومنتي على اطراح مش كان سبورت سبورت وميم اطراح نتاع فوت صحيح هاي كي عملت الماتيريال بعد الكوليكت هذا اللي صار وواحد خذي ماتيريال دونك ولا من دار ومرتاح وكذا بحكم انا كيما قلت لك انا علق كيما قالت يونسي التعليق الرياضي الالكتروني ولا الرياضي العادي نتاع الفوتبول كره القدم انا مغروم الحقيقه ما لقيتش فرصتي في تونس مش نكذب عليك في الكومونتاتور نتاع فوت على خاطر فما برشا حاجات دونك نلقى روحي في الكومونتاتور اي سبورتس الحمد لله يا ربي ناجح في مش في تونس في العالم العربي معناتها معناتها ولا جوبا معروف ودنيرمون معناتها ملي كنت نلعب في جو فيفا اللي هي من شركة EA Sports نلقى روحي نخدم مع EA Sports اللي هي معيطت لي على تورنوا انترناسيونال وعاملين تغطية بالعربية دونك كلموا معلق تونسي اللي هو العبد لله قعدت نخزر هكا عرفت نارين والله يكلموني سور معناتها مش كم يراك شيء الشيء اللي طلعت صحيحة وعلقت في الكومبيتيشن هذايا اللي كومبيتيشن كبيرة برشا باللغة العربية تعليق رياضي تعليق تونسي اكل العربية الفصحى اون توكا شاويلي جونيور وجماعة كونامي هذول يتغشوا عليك نعم جماعة تكون عمي تغشوا علي على خاطر جربت البي او اس الاي فوتبول اللي هبطت في نتاع 2022 جربتها وكنت معناتها قلت كلمة حق في اللعبة معناتها بحكم انا معناتها نلعب فيفا من 2014 قلت كلمة حق في اللعبة مي اللي اللعبة بيدها حتى اولاد اللعبة بيدها ما قالوا نفس الكلمة اللي انا قلت ما لقاوش ما لقاو حتى شيء ما لقاوش لعبة هي ديجا لعبة معناتها ماهيش كاملة ماهيش كاملة ماهيش كاملة صحيح vas-y aussi عندك حاجه اخرى باش تقول على الجوبا كاو نورمالمون اما جوست اون ديرنيير كيسيون خاطر فما برشا عبيد ما تعرفش اسكو تنجم الحاجه هذه تنجم تعيش ولا لا كستريمر وك كخدمه الفلوس يعني الفلوس اسكو تنجم مرتاح اي فوالا فما فلوس الدراهم فما فلوس والله شوف الحمد لله يا ربي اليوم في تونس اللي هي بسيسه بسيسه حتى امور جيمنج واي سبور وستريمينج وكل قاعد جايينها بشويه بشويه معناتها اليوم في الدومين هذايا تبارك الله فما عبيد قاعده معناتها اليوم تنجم تعيش وتعيش عائله وجو دي بيان عائله ولا زوز عائلات من الدومين هذايا دونك تلقى روحك جون وتلقى روحك ماشي وتكبر وهذا زاد راهو معناتها ما فيهوش عمر الدومين هذايا تنجم تلقى واحد عمره 13 سنه تبارك الله عليه تير تيران كيما تنجم تلقى واحد عمره 56 سنه مازال يستريمي ومازال يعطي في كونتوني للعباد اللي تبع فيه دونك وي فيه فلوس وان شاء الله نزيدوا تونس نشوفوها اكثر معناتها تنفستي في الدومين هذايا اللي هو دومين كبير برشا ودنيرمون حتى مصر انفستيت فيه برشا فلوس. اما فما حاجه حاب نسالك عليها اسكو تشجع لي جون انهم يمشيوا اكثر في ستريم والا لا؟ اونيتمون والله ان نشجعهم يجربوا كل شيء ومنهم ستريم علاش كل شيء مش كل شيء يعني يجربوا كل شيء في الباهي معناها اي فوالا ترى حاجه باهيه ولا حاجه خايبه يجرب هو ما بار اكزومبل انت مغروم تحب تمثل جرب التمثيل ما خدفت في التمثيل جرب الكتيب خاطر نعرف واحده مغرومه بالتطيب جربت التطيب شيء ما هذيك مش مغرومه شوف من جوجل مانيش مغرومه بالتطيب باهي احنا تقعدوا بحذايا مازلنا مواصلين معكم احنا اون فوا لي ديرنيير سورتي ولي سورتي دو لا سمين بروشين ونرجعوا مانيتو